ما يحلكش. يا اخو انت ما تعرف قبل التابوره وكاتي اياها. شوفوا بعد عنكم يطيح لي يقول التابوره قلبت بعد الجوت عمري. شوفوا عنك حلوك يدقكم. بو عز عيني بو ماني بوك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خد على تراهي لما العمره. مبغوط انك كل نهارهم بيعطينه الناس. السلام عليكم. هذا بنادم اللي كل نهارهم مبغوط هون. هذا قلت له حب ولا مو حب؟ شوف هاي قلت لك حق، احنا قاع حق وتجينا الناس كامله المسؤوله وانتم يا جزاكم الله خير تفكروا لنا حتى فوق القاع وقاعد قلت زين الصنعه كامل انت لا تحد شيء. لا عاد لا شوي من المشوي هاي الكبده وذر وهذا المشوي شنو؟ انت تعرف ان المحل انت تعرف المحل نحن هون نبيع المشوي ما عليك قبل تشتري ما هو من عندنا؟ ايوه انا بشرط خلاص راح نعطيك طلب. السلام عليكم يا بيت وفي الناس وتعرف ان هاك المشوي ده هو عبد واحدك والله ما تصوب وتاتوا في المعاد اللي قاعد اللي كلمت وين؟ لا 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 ها؟ لا ديروا هون انتم اعطيني لك تخليك لعجلة انا وانا تخليك السلام عليكم يا اخوان كلمت لي علي ما بنتكلم هاي في الشام قلت له العادات موريتاني علي الحد لا يطعم احلى رجال اسمع قلت عني هذا ماني ناقص ولا تسمعني من عادات موريتاني الحد لا يطعم احلى رجال قول له بسم الله احنا قاع مع عباس والله ما نبي غير بعد اول جارب يلعب هو العاده انا ما يطعم هذا دواء كاتب لي طبيب ورضينا في ألف كل نهار وقال لك الناس تعالى خلق لك مساء الخير يا مودان يا مودان يا مودان موريتاني نزل السال. السلام عليكم. هذا لك دخلت مني هذه واحد يجي هون بيده في الناس ودائما يجيهم اللي تشبشب معاه والله عنده بعد بيدوك هو بعد سلم دائما يجيهم دائما هو بعد سلم وسلم المعرفه يا اخي بيدو في الناس اخبار في البشر ايوه اسمه حضاه بيدي بيدو في الناس حق بعد بيتك والله يا مولانا موريتاني بعد احفظه طيرك محايد لك هاي مال كلمه انت قاعد انت تصحى الله تفضلي هاك كاس شوف بعطيه انا قاعد تحت والله اذا تعطي معاه ساعه ولا نسرق ان شاء الله ماني عشرانه مزيت ماني قاعده تحت جايب قايتي كنت قايم وين متو ماشي انت يا يارك اياك محركه شيء وياك عندك شيء وكل علاقات اياك ما زلت محافظه عليهم حركت قبال ورجعتك فيه ما شاء الله تقول انا عندي صديقين في الدوله كبار فيه كبار والله ما شاء الله اصلا نص ما يطار يارك ما شاء الله جيت هناك نهار عندي طفل قريب لي عاقل عن العمل دوب الشغله ورئيس البيت والله اعتماد مالي ابدا اللي قالوا فيش برجتها رايت من مهلاها زينه واحده شقت فيها طفل وزنتين مازالوا عندي خلاص لا رايت حد بقايته فيه بقايته فيها كيف تاع اصل يا اختي هون موجود حق ومع الرامولان اله نقول لهم ما تكاثروا عند الف مرة والله ما ايوه قولي قصه وما باش ما باخ 500 وحده 500 هم مسكرين يكوسوا راكش يعني مشروهم لهم اهلهم الله ما اللي يدبروا لي انا بعد نبيعهم لعبه 500 دولار ما خارجش لا يقل ورقاش كوس ما عنده هاي حتى انا ماني جابرتهم هكذا هم ذي وظيفه زينه وفي الدوله يعطوا اهلهم قاعد تروحي له يشرون بي والله ما يقدر يجبروا هاريهم يشروا اعطيني بالك اعطيني اذنك يالله يالله يا ذم الفحشاء شنو يكون نحن موريتاني اولادنا يكوسوا وحملت الشهادات ما فيها الرجال يجبر سنين فيرة وواحدة ثانية تدخل على المسؤولين على ملفتها رقطات وتمرق ما عنده معاطيها أذنة فيشات بالجتاء اللي هي قاعدة لا يتي فيهم فيش بالجتاء هذا شو يا أخو ما فهمتوا فيش بالجتاء
تاغط يقبلونه قايج يعود يخلص فيه بيه بالدولة بعد شماد مالي وثيقة تعطيها لك الدولة وتم تخلصك. قال له فيش بالجتا عادي وتيف هذا معطيلها هي اعلنها داخل على مسؤول انه يبقي يرقع لها قاية تعرفه يبقي يرقع لها قاية اعطاها ثلاثة واحدة قاتل القريبة قاتلنا واثنين هي قاعدة فيهم وكم السيوة هي انا منين فيك وحدة قاعدة يضربه وكثر ما راحك هالشيقة لكن ان شاء الله وكامل دون تبارك ان شاء الله ونشم طولكم خلاص لا يربو قيش في اخبار هذا واطمئن ان شاء الله ودورنا يشكروا لك هذا الشيء ولا مازال في اسبوعين لين تسافر مازال في اسبوعين لين تسافر دور ان شاء الله واذا تامر عدلوا لك سابق تسافري دور تلف عليك رقمك ذا هو عندي سيكينا موريتان يا مودان الطبيها موريتان نقيل الاسمطان الله يرضى بنا بالمسلمين ان شاء الله على عطعا وثقيل عجلان عايد والله حالا ناكل قلت لي هو جاهز الله يطول عمرك شوف هذا واحد منهم شوفوا فيه 3 ملايين و84 الف هذا الاول منهم والثاني راعي فيه 3 ملايين و80 الف وهذا هو الثالث هو الثالث فيه مليونين و130 الف يا قير قال لك لان الحال ما تلف صيفته منكم مسيوه ما تلات كمسيوه الاولى على انه ورك هذا كمسيوه لا بد من تعطيه 600 الف هذا يا اخوي انه ما هو وعد هذا قال لانه المفتشين العامة للدولة المفتشين العامة للدولة ومحكمة الحسابات على انهم ما تلاقوا يعيطوا لا للمسؤولين عن الفضاء وحدهم على انهم حتى عادوا يعيطوا يوفر من سارات وقدوا يوحلوا معناته انه ما تلاقى ديبوشن يكون بشي نافع شيء ذيك كمسيوه كنت تعطيها 300 الف على انها لا بد من تعود 600 يا قير انت تعرف على اني انا ماني واحد يفذ لا نعطيك انت الشيء ولا نعطي الارواق اذا خلينا كلهم ننظروا لو كان يلا قبيلي يعدل لنا 300 يقبلها لو كان ينعاد واقع له هذا وخايف ارى ان له نجيب 100 ولا بعد سكن في راسه على ان انا ماني وحدي في القضيه وعلى انه مولي يلا لا يقبل لنا ذاك اللي كان يعدل معنا والله لا يهل له بدون حد يهمله انت سمعت قال الراجل بيد بالناس ما سمعت يا غنى عالم مولان وعالم مرسول يا ذا الراجل اللي جاي مولي هو قاضي دفيات وكواغط لا يقبض بهم ميزانيه العيال بالله لا يلق بها موريتان حين اقول لك هذا قلت لك بين كامل صعبته وحقيق الدعود ايوه يا غير الراجل ما يقدر يعطيك خاسر ميزانيه لبسوتين البصلات لا يقرك الشكل هذا اللي واقف قليعته زينب ولباسه زين وحاله مضبوط ولا هي ابن البلد ويموت ويفنى في البلد هو اخطر اللي جابره موريتاني موريتاني اخطر الجابره ذاك الشكل ذاك هو به اللي لا اجراد بالنسبه له برك راني قبلت 400 لا يزيد 100 يقيل لو قدنا لرقاش عاقب هذا انتم نتعاملوا معاه هذا فيه ان الخطر ولا مربوح في شيء ودعتك المولى قلت لك سمعت وتو ودعتك والله انا قياسها جنيت ان شاء الله بينتو دور ان شاء الله اول شيء جهز الدور جيب لك المهم لو قلت لنا رجاج والله والله بذيك ذاك الام اي كانت 100 400 ما والله والله ان شاء الله مرحبا وسهلا انتم هذي حسكم قبيل تقولوا شنو راشد كبير مسؤول بين معاشم المعاملات جايني هون حسكم تقولوا وكيل وفسد زينه والهيل هذا المسؤولين طيروا المستقبل مباركه وبريده سمعوا فيها ما تلاقوا يطرحوا فيها كرعيهم وما اخباري ينقال قدامهم النهب انا تنقلقل واخباري ينقال قدامهم الوكيل وهذا نوع انا تم قربائي ومستعد تموجوني ومرحبا وسهلا للراس والعين
يقير قضية مهرن المسؤولين والكلام وياك شيئك ما أو شين جاء أورانا ما قالوا بلي ولا قالوا بلي النهب ما تريد تجيبوا في رده سيكين موريتان يا مدان الطبيعة عنده برطمهات وعنده شحار كل نبتو برطمهات كل فضة لا شو برسا من كاليس كاليسي هون دقا ثم بردي صرعه برطمهات فبني وقال ثم قال برطمهات سمخة سمخة سنكم طول يا لكنه بسنكم ودور يكريهم يا قبار الفضة يدور عليهم الفضة اللي جايك انت من الناس سهديه عليه يا قير قولوا لنيانا لا بدري من كوموسيون الفضة أنا تنعطي أريانا وقد إن شاء الله ندخلوا فيهم خلق والله ما نقول هذا وكنت علي تطني أنا تبني الفضة دول أعطيك ألف ألفك هاي تم دوم هذا ونقا سري هاني قلت سري قلت هلا من أسر بوني أنت كاريسي ونقا سلا قاسا بوني أنت قتاني ألا شدي ألا شكالي سويت يا الله ما يحصر ما يحصر وبيمو نقول لك أنكو خو قرنا يبي هيبر أنت بوني قال لك الدور تعجبه الدور سعودي اللي عنده قعمة على مولانا اللي دارت قولوا يعطيني رقم تلفون واسمه الكامل والليلة هذه ما يبقى فيها بريدة ما دخلتها خيمة اوي نقص من التلفون انقرتها النهار والله انا قلت لدي سامن قلت انا انت تسمعك هنا هنا مني هنا قال لي والله انت تسمعك هنا غير منك محمد محمد ابارتمان ديكو ديجاكم قال لك انهم 6 ولا 7 جيتهم مالي ما حاجه اول توف ان شاء الله الليله هذه قولوا ندور شيء من الخط ليلة هاي نقرا سيدي سامي يقول لك طب بني هالك تبي متى مثلا ان شاء الله يجي ليلة هاي جمع جمع ولا قال تصبي والله والله لا تنساني خليك نادم كيف شيء انا وانا هاقب تسيب له قلت انا عاونتك واللي قلت تصبي خلي انا كتبه ودور انتم عاقب هذا تكون احنا ما نشتغلوا هاي شو نظلوا فيه النهار ايوه اعتبرهم بعد هاي الكوميسيون ما تبغى هاي الكوميسيون قلت لي انا قلت لي ملاص انا ملاص ما قد قلني ملاص ما قد قلني ومن يجيك متوا من قاعد تقول انت فتران فاس وفتران فاس اللي قاعد هذا ما وهنت الدنيا وفتره شغله اصلي عملك هاي ما على قلت لي اول نهار تجوني هون مصاره ويولا خارج حد ما يجيني بجميع اللواء ولا قط ما شاء الله عملي برت ولا قال لي يا ملاص انت مالك مقرر في شيء غير موعد اللي تخلص يا ملاص ما شاء الله شغله بعدش عليكم السلام طايح انا اقول لك باطل ان شاء الله ياك شنو يا مرحبا والله ان شاء الله تبارك طارق الحمد لله ما شاء الله بارك الله مرحبا خير المسطل تطارق سول عنا واحد هون قال له بيته في الناس قلت لك هاي الضيفنا نشد معنا اخبار قلت لك شو صاحبك الحمد لله بتشبرت قاعني مروات يا غير شبرت من الايام سواح ونبقينا نبيعه تبيعوا يا اخويا فهم يا اخويا كده لقاش مواطن قالوا عنده نمر واحد وانه يا اخويا ما تلاقوا قدو ينباع والله شوفوا صير ما تلاقوا قدو عدل ما يعنيك فيهم هو نمر واخذ على اسمي انا انا ما قالني حد يشري ترا ومجدين عندي زبناء هون يدور ترا يقال هاي ترا مثل الزمن عاد مشكله من حيث العقد اللي يعدل ما تلم توفروا من حيث ما لأن البيع ما تواقطهم وهي هي المشكلة تواقط النمر أنا جيني هو النمر واد زيني والفضة مطروحة يقال المشكلة شرايهم ويوك تواقط يعدلون وتواقط البيع أنا ضامن لك أنا ضامن لك أنا على ذي قالوا تواقط كفيل أنا بنوفرهم ولين تفوت تعدل معايا العملية وتنجح نجبر حد يشري ذا النمر شوف أنا مطمع بنمر في شارع المقاومة لوكلهم واحد في الزعتر
إلا هم شارع الديك هذا. أيوة هذا ما راك بيسمعك عندي في واحد واحد وبوحديدة سويت المنطقة هاي الزراعية تقدرك والمنطقة الصناعية هذو أخمس سنين مروات عالم أنا بهم ليه يدخلوني. شوف الصيد اللي خديك وفرت لي. شوف الصيد اللي خديك لي هذا النمر أخبار وافية جهتني أنا بيه ودور نخبط أنا بيها لقاش نبيعه للقاش يقول هذو شارع المقاومة والزعطة والزعطر لا تفوتهم اللي خديك أراه مالك وقياتك اللام طرحة وفي حالتك قاعد تعرف بيعهم قاع وياك النوع من الأمور وتعدل عقد البيع وياك شيء لا عندك من النمر واجب ولا شيء البيع عقدها رهولة لا عرفي الداري يتمون بيعوها بيع عرفي كيف فلان تنازل باع الناقة الفلانية تنازل تنازل وتوب تنازل قاع ما نلاحقينها فلان باع الناقة الفلانية لفلان لا بس عارف ما في كاس مثلا فيه باع صب خليك اليوم ما شربت انت والله حال ان شاء الله اوش طارق ما شاء الله بارك الله اوش رايت ان طارق سيطر لنا من الاخبار اخوي اذا سمعت هون الشارع يرد مرده ما نعرف صحته من حقه عنه للطينطان اللي راح يعودوا في الواكشوب ايه وقال واحد الوحدة ها سمعت في تاكسي والله اها هذا لا رد الشارع رد ردته قال واحد الوحدة عنه سمع لندار النعيم اللي تعود في الطينطان امك يا اخوي هارك معقول السلام عليكم الدولة والدولة اللي قالت الدولة تعدل بعد انا سمعت السلام عليكم عليكم بالسلام عليكم اخوي بالسلام طيب طيب يا راح يا اخوي قالت واحدة يا امس الواحد عن قالها واحد حيا هو احنا فهم هي. عن الطينطان اللي هو راح حل وعود في المواكسو وعود في المواكسو وعود راح حل دار النعيم وتعود في الطينطان ولا راح الغواتات هم ما بين فاش الدولة ما لا يقل هالشي تراح حل فيه دولة يا الراجل المعلوم فتقلت لك بعد لان وقتنا في عندي ضيف لانك تخل انا ما اسمع كلمة قلنا وقف لها ما وقفت لها بيدو في الناس هذا الواحد فيه ما هو شغله وهذه الناس اللي فيه الدورك تساعدها بيع التراب ودورك تساعدها في دفياتها ودورك تساعدها في ذا الشكل من التحايل مساعدتها بحد ذاته تحايل هذه طرق التحايل اللي قابلين ما هي صالحة المواطن اليوم إن يتنقلوا قطعة أرضية إياك يسكنها يهموا على أنه يقبض في كل مقاطعة قطعة أرضية ويصبح يبيعها ويتحايل عليها به للمواطنين ينعود بجاهه في الدولة يستخدموا من أجل أكل أموال الدولة والتحايل على الدولة هذا ما هو مواطن ولا هو صالح وموريتاني بلا قايا فيه موريتاني الفاصلة فيه مواطن صالح لا يساعده في التنمية التالية من التاليات تقعدون وتقولون تتصلون إشاعات ما نزل الله بها من سلطان نواكشوط لا يعود شور الطينطان وإذا الطينطان لا يعود في نواكشوط هذا ما هو صالح ولا قد تمثل به موريتاني ولا قد يصلح به مواطن ومواطن أسلوبه مواطن فاشل شوف هذيك لي هذا قاع ولا هو صالح ولا يرضي رجال حنيني حنيني يرضي مواطن صالح يبر قطعة أرض يقتنع بها ويقبلها ويخلي الخوف قطعة يرضي مواطن صالح وعين على ميزانية يحافظ عليها يرضي مواطن صالح ما يجي القريب وعلى ميزانية إياك يعدلوا أغراض شخصية هذا هو المواطن صالح وهولك وودعناك لله وموريتاني بلادي وكررها خليك لي في الشارع معني لتالي معني لتالي ما تخطي راسك العافية هو هذا لما تعرضان جاء دولة صحاني لا حم وراس لا حم وراس لا حم وراس موريتاني موريتاني أخوي خلينا حضر وفي قرشون موريتاني خير منكم كاملي موريتاني خير منكم كاملي دور شبكة ودور شبكة قطومة ودور يذكركم التاريخ بسوء وموريتاني باقية تنقر عيال القضية التاريخ شيء يذكركم يوما ما